ينسيت اليوم المجتمع المدني اللي جلسات وقفت احتجاجية إنغارية احتجاجا على إقصاء إعدادية النساء وتناوية بالفعل بين بناء داخليتين أساسيتين بامتصاص الأعداد الكبيرة المتوافدة على هاتين المؤسستين على اعتبار أن دار الطالبة بالفاء ودار الطالب بالفاء لم يعد بإمكانها استيعاب الأعداد الهائلة من التلاميذ والتلميذات التي تتوزع على المنطقة. فهذه الوقفة هي وقفة رمزية إنذارية تزامنا مع انعقاد دورة المجلس الإداري لأكاديمية التربية الوطنية بجهة اسم الصبرعة ستكون متبوعة بخطوات نضالية أخرى على المستوى المحلي على مستوى جامعة الوفاء وكذلك على المستوى الإقليمي حتى انتزاع هاتين المؤسستين الداخليتين. وبالنسبة لنا تعتبر استمرار في إلغاء وعدم برمجة هذه المؤسستين خط أحمر لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن السكوت عن الهدر المدرسي وعن انقطاع التلميذات والتلاميذ بجامعة بلفا وبالجامعات المجاورة بعموم تراب الإقليم. أستاذ واش ممكن تعلق لنا على هذه اللافتة اللي كاينة هنا؟ شفنا اللافتة ديال الحركة ديال التلاميذ، شفنا جمعية ديال إتباع عمر، شفنا جوج اللافتات اللي كتستنكر القرار القاضي بتجميد ملف ديال الداخلتين، شنو ممكن تقول لنا في هذه اللافتة يعني وهذه المطالب؟ هي صحوة ضمير من طرف آباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، وهي كذلك صرخة من التلاميذ والتلميذات الذين يكتوون بنار غياب هاتين المؤسستين، خصوصا ان العديد من المؤسسات من التلميذات والتلاميذ خصوصا مثلا بجامعتي تميرك انقطع ازيد من 100 تلميذ وتلميذه بهذه الجامعه، وكذلك الاحصائيات بالنسبه للفاه ازيد من 40 تلميذ وتلميذه انقطعوا على يعني متابعه دراستهم بمختلف الاسلاك الاعداديه والثانويه. نقطه اخيره، شفنا بان المشكل الحالي مثلا خلال الدردشه مع الناس المتظاهرين او المحتجين كاين هنا ناس اللي من حاضرين من جماعه سيدي عبد الله البشواري، كاين هنا ناس ديال جماعه إتميك انشاد وبالفعل كنتفاجئوا لماذا فقط هناك بعض الاطراف هي اللي مساندهم دون الاطراف الاخرى. على كل حال هذه المساله ناقشت ولجنه التنسيق المكونة بجامعة الفاء والمؤسسة أخيرا ستتصل مع جميع الفرق الاجتماعيين هيئات سياسية نقابية وجمعيات من أجل التكتل للدفاع عن هذا المطلبي المتعلق ب يعني إعادة برمجة 7 داخليات بإقليم شتوكا إتباها المستلبة. آخر كلمة للسيد رئيس الجامعة ديال القرن المسؤولين والزوار ديال شتوكا 24. اعتقد ادعو جميع الغيورين على قطاع التربيه والتعليم للالتفاف وراء الصفوف من اجل استرجاع 7 داخليات مستلبه من هذه الاقليم، خصوصا ان وعور الطرق بهذه المنطقه وقله المؤسسه التعليميه تدعو من اكثر من اي وقت مضى لاسترجاعها وتثبيت هذه المؤسسات في اقرب الاجل. في الاخير كنشكر رئيس الجماعه ديال القرويه ديال بالفاع وكنخليكم الان مع النبض ديال المحتجين. شكرا.